المحاويل، موعدنا يوم 25 يناير. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. يتواصل التحشيد الجماهيري لتظاهرات 25 أيار في العراق، وتستمر عمليات استهداف الناشطين والمتظاهرين تارة بمسدس الاغتيال وتارة بعبوة الانفجار، كما تستمر لغة التهديد والوعيد والتخوين بحق المتظاهرين من بعض السياسيين. ومع الغليان الشعبي المتصاعد مع استمرار عمليات الفساد بالبلد، يخرج علينا رئيس الجمهورية ليعترف بضياع 1000 مليار دولار منذ عام 2003. وبينما يتسابق المرشحون للانتخابات لإطلاق حملاتهم الانتخابية قبل نحو 5 أشهر، يتصاعد الرفض الشعبي العراقي لمقاطعة تلك الانتخابات المزعومة. نناقش معكم هذه المواضيع في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، حيث تصدر وسم كن مع الثورة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد أن حشد ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل لتظاهرات شعبية كبيرة في العاصمة بغداد ومحافظات العراق وسط وجنوبي البلاد. وحدد الناشطون يوم الثلاثاء الموافق 25 أيار موعدا لتحشيد الاحتجاجات، واحتجاجا كذلك على الاغتيال الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل في هجوم مسلح في محافظة كربلاء مؤخرا، والمطالبة بالكشف عن قتلة وإيقاف قتلة المتظاهرين والناشطين وإيقاف مسلسل الاغتيال بحق المتظاهرين المستمر منذ نحو 2 عامين. طبعا اليوم كذلك أصيب الناشط البارز في تظاهرات محافظة ذي قار عماد العقيلي بجروح في محاولة لاغتياله، ونظم العديد من المتظاهرين في محافظة ذي قار وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي الذي اختطفته ميليشيات المسلحة قبل أشهر دون الكشف عن مصيره حتى الآن. بدوره قال الناشط علي الحيدري لصحيفة العربي الجديد بأن حالة الناشط العقيلي مستقرة بعد أن أدخل إلى صالة العمليات للتدخل بسبب جروح عميقة خلفتها شظايا الانفجار، وبين بأن الاستهداف الجديد يندرج ضمن مساعي الترهيب والتصفية لتصفية الأصوات المطالبة بالإصلاح ودولة المواطنة والقضاء على الفساد وفوضى الميليشيات والتحاصص الطائفي. وأكد الحيدري بأن إجراءات تنظيم التظاهرات بعد غد الثلاثاء مستمرة ولن تتوقف بسبب هذا الاستهداف الذي قد يتكرر في الساعات المقبلة ضد ناشطين آخرين لإيقافهم، متهما من وصفهم بالميليشيات الولائية وراء عمليات الفساد. طبعا يوم أمس النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي غرد على منصة تويتر وقال، خلونا نشوف ونقرأ التغريدة، تغريدة فالح الخزعلي إيش قال، نشوفها بالمقطع، نتابع نشوفها بالشاشة. نعم، قال إلى الحكومة العراقية والقوى السياسية والشعب العراقي، نعلمكم سيبدأ حراك جديد ثأرا لإسرائيل وأمريكا وحلفائهم لهزيمتهم في فلسطين، وشعارهم كرفع المصاحف في صفين، لا تغركم شعاراتهم، الفتن لا تنتهي إلا بوعي وبصيرة. وأضاف سيعلو ضجيج عملاء السفارات وضريبة النصر على إسرائيل في الأراضي الرخوة وفي العراق خاصة، وبذاءة ألسنتهم كما وصفها هي امتداد لخسة مواقفهم من كل صوت حر ووطني مدافع عن مصالح الشعب العراقي، والغاية عدم إجراء انتخابات وفوضى لا نهاية لها، والمصيبة
سيركب موجتهم أصحاب الأكشن كما يقول. طبعا الناشطون والمغردون العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي يعني اتهموا صراحة النائب فالح الخزعلي بأنه يعني تخوين وتهديد واضح لتظاهرات يوم 25 من آيار يعني بعد يومين، وقالوا هذا تحريض واضح من قبل النائب فالح الخزعلي. معنا اتصال أبو عمر من الفلوجة، تفضل أبو عمر. أنا أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك، يا هلا بك، تفضل. على موضوع مال ثورة تشرين، نعم، تظاهرات بعد يوما، يوم الثلاثاء يوم 25 آيار، نعم. وهاي ما اليوم ما شغل هاي الشطبة اللاصقة ماشينة على الناصرية مال كربلة، وانت ماشي على الرمض هيك، نعم. هم ما يبدون لا انتخابات ولا السياسيين قاعد يختارون ذول الناشطين وثوار تشرين، وان شاء الله النصر غريب، نعم. من اليوم رئيس الجمهورية طلع يقول احنا راح لنا 1,000 مليار دولار، يعني وين راح؟ زين ليش هسه بعد 18 سنة وهو صار له يعني مستلم المنصب من 2018، ليش هسه يصرح هذا التصريح برأيك؟ لا هو مو كان نائب رئيس الوزراء قبل، هو ليش استلم دقة وزارة؟ شلون ما سمعت؟ كان نائب رئيس الوزراء، نعم بالضبط، دورات من الدورات، نعم، قبل هذا المنصب، وصار وزير مالية همينة سابقا، نعم. بعد قبل 18 سنة من الاحتلال، نعم، على برهان صالح كان نائب رئيس الوزراء ويا صالح المطلق، نعم، بحكومة المالكي، المالكي، نعم. يعني شعجب اليوم يكشف عن هاي الاشياء ويريد عليه تحالف، شلون تحالف مال داعش تحالف دولي حد يرجع هاي المال المسروقة؟ يعني من السرقة؟ أنا ترى قتلوا هم سرقوها، طبعا هم سرقوها هم بيناتهم، وعندنا هذا لا كهرباء لا غير لا طرق لا مستشفيات لا كل شيء ما عاد احنا، والدلع ما اليوم يخرج على مود عمار الغزة، أنا كيف يعمرون الغزة بس ما يعمر العراق؟ شنو رأيك أستاذ عمر في الموضوع هذا؟ اي موضوع مو مضحك، والله مضحك المواضيع كلها، يعني جاي يضحكون علينا، اي واحد من عندهم ابو عمر يضحكون عنه ثم الله، نعم، يعني الشعب باع من الشمال للجنوب، يعني هاي العمليه السياسيه لحد الان ما كانوا ما كلهم شغلهم وتركيبهم، والدليل على ذلك حتى هاي المزارع مال اليوم مال الحنطه اليوم صلاح الدين وغيره، نعم. ما خلوا كل شيء، يقول التماس كهربائي، التماس كهربائي يحرق حنطة، ما أنا ما أول مرة أسمع التماس كهربائي يحرق حنطة، نعم نعم، جزاك الله خير. أنا أشكرك أبو عمر، كان معنا أبو ذياب من الفلوجة، تفضل أبو ذياب. أستاذ عمر، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ. اليوم الموضوع عن ثورة تشرين صح؟ نعم تفضل، عن التظاهرات. يا اولا استاذ العزيز تحيه لقناه الرافدين، حياك الله. نعم استاذي، نعم حبيبي استاذي، تحيه لكادر قناه الرافدين وكادرها الابطال، حياك الله يا استاذي. نعم. ان شاء الله يوم 25 ايار يوم ثوره، نعم. ثوره يعني نطلع ضد الحكومه الفاسده المجرمه الذين بدوا من 2019 باغتيال الناشطين وخطفهم وتهديدهم بالسلاح. ان شاء الله اني يعني رايح لبغداد يعني يوم 25/5، لان انا ما احس نفسي عراقي اذا اروح بهاي الثوره، راح احس نفسي عراقي، لان اني مره واحده طلعت من كنت صغير مظاهرات 2013، فلازم اطلع ويا اخواني العراقيين، وحتى لو انضرب وحتى لو انظلم وحتى لو انقتل، المهم المهم الوطن يرجع، وان شاء الله نتخلص من هاي الطفل الفاسده.
استاذ العزيز انا البارحه بديت اخافر البارحه ما اعرف اول البارحه عمود ارد على شخص اسمه ابو شيماء اذا سمعت استاذ عادي ارد ما عليه ما كنت موجود شنو الكلام اللي كان تكلم خابر استاذ فهد من السعوديه مدح العراق ويعني شلون العراق جريح فقال صحيح هي ايران مسيطره على العراق فاجى هذا ابو شيماء ايش قال خلي تشافونا شهره ونخلص منهم وقال على اساس اهل الفلوجه اخوانه اذا سمحت لي بالسريد اعرض عليه هو مو مره خابر وطعن بالتشرينيات وسب العراقيات وغلط على ثوار تشرين وقال على اهل الفلوجه دواعش ومن شو وقت صرنا اخوانه ومره خابر اعرف كل تاريخه هو مره خابر باتصال قال سليماني لا مو سليماني هذا سليماني المجرم اللي قتل العراقيين وقتل السوريين قال لا مو سليماني كان راح كل عرض العراق بس اقول مع الاسف على هيك فيول يا ويلكم يا فيول راجعيلكم وبهاي الثوره والله نشيدكم كلكم وتحيه ثور تشرين الابطال وانا ان شاء الله مشارك بهاي الثوره ورحم الله الشيخ عارف الضاري مع السلامه استاذ مع السلامه يا ابو ذياب كان معنا محمد من كربلاء تفضل محمد محمد من كربلاء تسمعني انقطع اتصال محمد من كربلاء طبعا رئيس الجمهورية برهم صالح يعني اليوم حذر من ما سماها خطورة الفساد المستشري في العراق وأكد بأنه لا يقل خطرا عن الإرهاب ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربته ومثل ما قال أبو عمر يعني الرجال مو بس استلم منصب رئيس الجمهورية من العام 2018 ولكن كذلك كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بعهد نوري المالكي طبعا آفة الفساد هي من يعني أبرز المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي ويعاني منها العراق يعني سببت أزمة مالية في غير مسبوقة ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتوفير الرواتب الحكومية وكذلك خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في خطوة للتوفير كما قالت تسببت في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية العراقية صالح قال في كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق بأن الفساد عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء وتسبب في خروج الشباب المتظاهر للمطالبة بوطن يخلو من الفساد وأشار إلى أن العراق خسر $1,000 مليار منذ عام 2003 بسبب الفساد فضلا عن $150 مليار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج أكد عدم إمكانية التعامل مع الفساد محليا وبيّن بأن مشروع قانون استرداد عائلات الفساد يسعى إلى استرداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون وتعاون الجهات الدولية خلونا نستمع ونشوف إلى تصريح رئيس الجمهورية برهم صالح اللي تحدث به عن ضياع $1,000 مليار في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن نشوف المقطع ظاهرة عابرة للحدود خسر العراق بسببها أموال طائلة تقدر بالمليارات وتخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب $1,000 مليار وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن $150 مليار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل $1,000 مليار ويقول هو $150 مليار تم تهريبها ولكن اللجنة المالية في البرلمان أو هيئة النزاهة تحدثت عن رقم أكبر بكثير يعني يوصل إلى حوالي $300 مليار يعني ضعف الرقم اللي تحدث به رئيس الجمهورية برهم صالح وهناك من تحدث من النواب بأن الرقم يصل إلى $350 مليار وهناك من تحدث كذلك من النواب إلى الرقم $400 مليار على كل حال $1,000 مليار خسرها العراق خلال 18 سنة في مشاريع وهمية فساد الجماعة إن كانوا وزراء ولا نواب أغلبهم ما نقدر يعني نعمم أغلبهم يعني عندهم أرصدة وعندهم مشاريع في خارج البلد
اجى عادل عبد المهدي وقال لك نشكل مجلس مكافحة الفساد، وقبل حيدر العبادي يتحدث عن محاربة الفساد، والمالكي كذلك، ولكن من أزمة إلى أزمة والفساد ده يكبر والمواطن بالعراق يعاني، وهذه يعني هذا المسلسل مسلسل الفساد يبدو أنه لن ينتهي في ظل هذه الطبقة السياسية. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. عمر أهلا وسهلا بك. السلام وشكرا قناتكم قناة الرافدين القناة البطلة، حياك الله، الله قناة الحق فيك. والحقيقة الله يبارك فيك. والله العظيم بالنسبة أن احنا اليوم 25 تشرين مظاهرات بعموم العراق 25 أيار يعني بعد يوم 25 ايه 25 أيار نعم. وبالنسبة أن احنا الوسط والجنوب ونريد اخواننا يشاركونا في المناطق الغربيه بالانبار وبالموصل وصلاح الدين، هم يطلعون ويانا على مود نسوي سويها مظاهرات ودماء الشهداء ما تروح. زين نعم، احنا نريدهم اهل الفلوجه واهل الانبار وصلاح الدين هم يطلعون ويانا على مود نقضى على الفساد وعلى الظلم وعلى الطغيان وعلى القتيل وعلى الدم الجاي يسيل بالشارع. زين يعني احد كون يسمعوني الفلوجه والانبار هم يطلعون لنا على مود يساعدونا في سبيل نقضي على الفساد وعلى الظلم. زين ودماء الشهداء ان شاء الله ما تروح هيجي. زين اخوي استاذ عمر. نعم اسمعك اخي محمد. اي وان شاء الله احنا قادمين، لافتاتنا حضرناها موجوده والقطع رسمناها وكملناها ومتهيئين اليوم 25 كربلاء والنجف والحلة والناصرية وكل احنا متهيئين هذا المظاهرات سبب الظلم والفساد والقتل. كهرباء ماكو، مي ماكو، خدمات ماكو، قتلوا ابنائنا، السجون انترست بالابرياء. يعني توقع انت استاذ محمد استاذ عمر العفو كهرباء كهرباء هسه الكهرباء شنو هسه معجزة الكهرباء صناعة طيارة كهرباء بالعراق موجودة بس المن جاي تروح؟ جاي تروح لإيران. نعم. زين هسه ترى هذا لا كهرباء لا خدمات. زين المي المي مي الإسال اليوم مي طين يعني حتى لا يشرب ولا يتغسل به. زين. نعم. زين أستاذ عمر فأنا من خلال قناتكم يعني أريد مشاركة أهل الفلوجة والأنبار وصلاح الدين هم يطلعون ويانا على مود كل إحنا نتهيئ للتظاهرات إن شاء الله. نعم. وأشكركم وأشكر قناتكم. شكرا جزيلا لك أخي محمد وربي يحفظكم ويسلمكم. محمد من كربلاء كان معنا. كيان من بغداد. كيان. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حبيب قلبي. الله يسلمك. أول 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 نقطة أستاذ العزيز، هاي الثورة إلى ما تطلع بيها العشائر هاي هم راح يطلعون الشباب. وراح ينقتلون ينقتلون في دنبار الاستاذ العزيز الى ما تطلع بيها العشائر الاصيله، مو العشائر هاي النايمه، هاي رساله للعشائر الاصيله، العشائر اولاد محمد سعيد الحبوبي او اولاد شعلان ابو الجول. منين شعلان؟ منين محمد سعيد الحبوبي؟ منين حمد ال حمود؟ منين علي الصويه؟ هذول كلهم عراقيين، هذول كلهم قاده وعراقيين وغيرتهم حسستهم على وطنهم وقاموا وانتفضوا الانتفاض قدام الانجليز والانتفاض قدام غيره. ذولي ناس اخيار واحنا ان شاء الله عندنا عشائر خيره وطيبه. صحيح عندنا عشائر قليله خيره وطيبه بس بذمه وضمير موجودين. صحيح هذول القليلين ان شاء الله يكثرون ونريد من عندهم يطلعون يوقفون موقف بطولي لجل العراق، والعراق يستاهل يستاهل نضحي له ونطيه ونوقف له ونفدي برواحنا. هذا العراق، العراق مو هذولي مع احتراماتي لك ذول التافهين اللي يحكمون بالسياسه الفاشلين يردون يدمرون تاريخ 11000 سنه يردون يضيعونه ب 18. لا ما يضيع ان شاء الله، ما يضيع ما يضيع. العراق باقي، العراق باقي والعراق اصيل والعراق شاب شاب وحيله بعد ما يكبر. العراق جميل واجمل من الجميل العراق، مو يجون ذول التافهين. وهم بالنسبه لبرهم صالح يطلع يحكي له المليار، هاي ال 1000 مليار ندري فيها حسابها العرض ايش وقت، هاي دعايه انتخابيه يلبس ثوب وطني قدام الناس وعلى اساسه شريف. نعم يعني مليار دولار. ما رئيس الجمهوريه ما تحدث، تدري انت
يعني قبل أيام قليلة تم تداول بأنه راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان كل واحد يأخذ بالشهر هذا الراتب طبعا 100 مليون دينار عراقي، يعني أعلى من راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا ربما أنه إذا يأخذ مثلا بالدولار أو بالعراقي يعني ربما يكون بحسب سعر الصرف القديم للدينار العراقي مقابل الدولار، يعني 100 مليون دينار بالشهر، طبعا عدد المخصصات والخطورة والحمايات، يعني هذا مو وجه من أوجه الفساد؟ استاذ عمر حبيب قلبي، هذول ناس فاسدين وحراميه، والله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم. هذول بعد ما لهم رجع للحق وللحلال وللكذا، هذول ولد حرام. استاذ عمر مع احتراماتي لك، لا يعني احنا كيان عزيزي نريد نتجاوز، لا خدمتك ارجوك، خدمتك الله يسلمك ويخليك. هذول شوف ارجوك، هذول لو تلاحظ بناء البنك المركزي الجديد بتقاطع فندق بابل، بدل ما يسوونه 35 طابق بنك مركزي يسوي 35 طابق مستشفى للفقراء، للناس هاي المريضة، للناس هاي الماعز، هذا الشعب العراقي الأصيل اللي يعاني، هذا الشعب العراقي يا أخي، العراق العظمة، العراق مو من شأن أكو دول من دول الجوار مو من شأنها العراق ينهض، من العراق لا نهض يخليها تحت قدمه، الله شاهد. العراق أصيل، العراق غالي، إجونا راح نطي قطعة أرض وراح نطي رواتب وراح نطي كل مواطن، والنوم قلبوا علينا قالوا راح نغير العلم العراقي. هم يعرفون تفسير العلم العراقي، خلنا فترة إنهم لا ما يعرفونه. العلم العراقي اللون الأسود ليلة سوداء على كل من احتدى على مقدسات العراق وعلى العراقيين الطيبين الأصيلين. اللون الأبيض بلد الإسلام والمسلمين، بلد الراقي، كلمة الله أكبر، الله أكبر على كل ظالم. اللون الأحمر نهر الدم، بدل دجلة والفرات جابونا نهر الدم من نهر الثالث. هاي الشباب هذا يعرفون تفكير ذولي. انت هذا السياسة ترى ما يعرف يسولف، اكو ناس تكتب لك حظلهم خلي السماعة بذانا يقلوا له سولف، مع الأسف عليك. هذولي أساسا بيوتهم ما حاكمين، يحكمون العراق رحمة على والدك. هذولي إذا ما تطلع العشائر، العشائر الأصيلة تطلع تنتقل صح، العشائر الأصيلة من جنوب إلى شمال العراق. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ جميع المتظاهرين العراقيين. شكرا كان من بغداد، كان معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا الله يسلمك. عيني عمر، هاي مؤامره على العراق من زمان، ما يريدون العراق ينهض او يداعي بحقه او يريد شيء اللي يحفظ له كرامته. فجابوا لك هذول الناس يعني عباره عن سراق قتل ارهابيين، يعني تحدث الأخ العزيز عن عمارة جنب فندق بابل، هو بحق بكلامه يعني المفروض يسوون فد مستشفى، فد صالح علمي، مدرسة، يعني فد شيء يعني ينهض بالبلد. خلي يصير بنك مركزي وتصير مستشفيات وتصير مدارس. زين نعم. أخوي عمر يعني تقول ألف العفو لما يقول ألف مليار راح فيه أكثر. نعم. طبعا زين، هاي الألف مليار ما تبني دولة، ما تسوي فتشي للمحافظات الجنوبية الغربية الوسط، يعني هم جايين غرض تدمير العراق وتضيع هيبة العراقيين. يعني هم دول ما جايين يبنون، يعني تصور وعدوا الناس بالخير والرفاهية والعيش الرغيد، هو كله إعلام. يعني أتصور لو أسمع السادة نور المالكي قال لازم يعيش العراق بكرامة ويعيش بعز وبالحكي هذا، وجه هذا كريم شهبور يهم حكاية لكم حكاية، ويشوف كلامهم يقول لك هذا يعني زي محب للعراق، ما العلم هم يكرهون العراق كراهية العجم بالضبط. يعني هم جايين أولاد العجم وأولاد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وكل الدول المتحالفة ويا أمريكا. يعني أكو أشياء والله العظيم يا أخي عمر، يعني بينة الإنسان النظيف والمنظيف، يعني أبو حسن يخسر بلده. استمرار عمليات الاغتيال وتخوين واتهام المتظاهرين، أنت كمواطن عراقي من العاصمة بغداد بأي خانة تخليها؟ هاي خايفين تهزهم تظاهرات سلمية، شنو قضيتهم؟ مستمرين باغتيال الناس، ناس سلميين مستمرين بالتخوين، مستمرين النوب هاي زرع عبوات، يزرع العبوة بسيارته،
للناشط مثل ما صار اليوم بدي قار. اخي هم جايين هذول هم يعني هو الداعب حقه طبعا المجرم والارهابي يخاف يعني يعتاد عرشه وراح ينحرم من اشياء هوايه، فهم هو هذا غرضهم تخويف الناس وقتلهم وارهابهم. يعني هواي قتلوا يعني بصوره عامه كل ما وقال انا دمهم برقبتي وانا اطلع الحاق هذا كله كذب. هم جايين دمون العراق هيبه وكرامه وارضا وسماء وجوا، يعني ما جايين يخدموا. يعني هسه الفلوس تروح بالفساد، ايش قد تبني مدارس، ايش قد تبني جامعات، ايش قد تبني. هم الجامعات يعني دمروها، العلم دمروه، يعني ما يرجون واحد يعني عنده عقليه يبني بلد. يعني بربك الفلوس هاي بالفساد كلها، يعني حدث ولا حرج، يعني بشكل خرافي. زين الفلوس هاي وين تروح؟ انا عندي قناعه تامه كشخصي كشخص كلها لايران، امريكا، ايران، اسرائيل مستفاد من الفلوس هاي، والا وين تروح؟ يعني شو عن النظام السابق؟ النظام السابق بنا يا اخي، هسه انا مو دائما جد بيه بس بنا يعني بنا 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 طرق، بنا بنا بنايات، بنا وزاره الصحه، بنا وزاره التجاره، الحصه التموينيه ماكو. والله العظيم ذاك اليوم رحت على التموينيه يقول لي ماكو والله جد ما يعطونا. يعني يجي مستخفين بالعراقيين، العراقيين اصحاب غيره وشرف. يعني هل حتى المحافظه الجنوبيه والله عمي بيهم اشراف يعني تنحنينهم احترام، خصوصا الناصريه، البصره، المحافظه الجنوبيه بصوره عامه، والله بيها رجال وشرف عندهم وكرامه ما يتقبلون الذله، بس الغدر دا يأذيهم. يعني هو الغدر دا يصير هو دا يأذي الشباب. يعني واحد داعب حقه يقول لك انا بدي اعيش عيشه شريفه، عيشه بكرامتي، رجل محترم بين الدول. يعني ليش احنا اسفل الدول بالفساد، اسفل الدول بالخدمات؟ يعني اكو اشياء يعني المنطق العقل لازم يحسب الحساب. يعني البلد لما يعيش بضعف طبعا هاي يجي يتكالب عليه. هسه تركيا هسه خيجون هذا المي النهر والله كله نازل يا اخي. هسه يخلون يسكتون العراقيين على الشغلات هاي، يجي يوم يقدون المي والله يقدون من تركيا يتوسلون بيهم يبوسون ايديهم. فاحنا ما نريد نوصل هيك مرحله. يعني البلد بنهرين، نهرين يعني يتحكمون باعداء الاسلام واعداء العرب، ماكو هيك شيء. فهم يريدون هالشيء، هذا العراق يظل طول عمره واطي حشا من الوطيان حشا. يعني يريدون دائما دليل، هم تربوا على الذله ودي يحكمون العراق، فدي يكبرون براسنا. ليش نخليهم يكبرون براسنا؟ احنا اعزاء بلدنا وارضنا هاي. هم دول مو ارضهم، دول تبعيه ايران، جاي من ايران، جاي من اسرائيل ومن امريكا ومن باقي الدول. انا ما شايف واحد يخلوا يسلموا رئاسه جمهوريه او رئاسه وزراء يظلم الشعب، ما مو 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 الحكم. نعم دول ما يعرفون يحكمون اخي. انا اشكرك. الله ان شاء الله الله يرحم شهدائنا. امين. واللي انجرح ان شاء الله بالشفاء العاجل ويرحم امه محمد، ترى ماكو عندنا غير بس ديننا. ونعم بالله. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا، مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. دعونا نقرا في هذه اللحظات رسائل واتساب التي وردتنا من المتابعين والمشاهدين الاعزاء. يقول الجالية العراقية في فنلندا تستحصل الموافقات الرسمية لتنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة هلسنكي يوم 25 أيار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين أمام البرلمان الفنلندي في العاصمة هلسنكي يوم 25 أيار من الساعة 3 عصرا ولغاية 6. يقول العدلين راجعين وكن مع الثورة ثورة الأحرار. نعم معنا اتصال فيت. أم أحمد من النجف، تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بيك. أهلا أختي أم أحمد، يا أهلا بيك. الله يخليك. الله يسلمك. يا أهلا بيك، تفضلي. أستاذي بداية كلامي توصيف القرآن لهالملل الموجودة هسه وهي ملة الأحزاب، وصفهم في التعبير الحرف بالقرآن كله، نعرف الحرف بالقرآن بحر، لكنه الله سبحانه وتعالى من يقول لي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالمعنى اللي خاص بحياتي كإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقني أنطاني عقل أفكر به، يسر لي المعنى إلي. أما ولا تخف ما ليس لك به علم، اللي يخص الله سبحانه وتعالى وعلم الغيب، هاي أنا مهمة أنا ولا غيري. نعم. وأي واحد يضلع يقول أنا ضلع بهذا الأمر فهو كذاب دجال. نعم. فمن يقول لي فاختلف الأحزاب بينهم، يعني الاختلاف واقع واقع، لكن التوصيف الآخر شنو؟ فويل للذين كفروا، كفروا خليهم خانة الكفرة، من مشهد يوم عظيم. آية ثانية بسورة ثانية، الحديث اللي صار ما بين النبي إبراهيم وأتباع أو ما بين القوم واللي هم قوم الخاصين به اللي هم كانوا كفرة. نعم. فكان النبي إبراهيم أنه يقطع الصلة بهم مطلق، أجل رد من رب العالمين لا تخلي العداوة بينك وبينهم ثقيلة، لعله باشر عقبة، احنا تصريحنا وكلامنا البسيط يقول أكو تكون مودة، لكن أكو آية يعني مباشرة تجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم أو في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ما نهاك وخلاك أكو وقال لك خلي قطيعة، بس نهاني عن من؟ نهاني عن اللي قاتلني بديني وقاتلني بعيشتي وهجرني وظلمني وسفك دمي. زين أنا من أريد أربط الآيتين، أنا بتفكيري البسيط من أريد أربط الآيتين، إذا قتال هالملل العفنة هذه، القتال الدم بالدم المفروض هذا يكون واجب، لكن انت ويا من تحكي؟ ويا اللي قاعد ناصب نفسه الشيخ عشيرة، واذا راد يطلع على مهازل يتقاسون بيناتهم على نغمة موبايل، لو على حكي مرة، لو على فتنة اطفال، ويا ريت يطلع برجولة، همات يطلع الا بفلوس، مع احترامي للاشراف، مع احترامي للطيبين، بس هم ارجع واقول نتصبر بالله، والله سبحانه وتعالى موجود، وما ممكن الدم ما إلى ما إلى انتقام عاجل من رب العالمين. ما خلوا شيء ما تبعوا، يعني قبل مدة من صارت مشكلة مستشفى الخطيب، طلع أحد السفهاء من جماعة مقتدى يقول لحد منطقة قواد الدولة، قادة الدولة دولة، يقول هذا وزير الصحة مو من سائرون ولحد تكرموني مثلت. الباحة تهديد صريح لنقابة الأطباء، جيش مرشحين 4 من الأطباء أكفاء، مو أكفاء أنا أقصد التحجيم، يهددوهم بالعلن إلزموا حدودكم، إلزموا حدودكم، فحش الكلام ما خلوا شيء يعتد عليهم. فأني أني أني قناعتي البسيطة وقناعة كل منكوب وقناعة كل بني آدم المفروض يخلي حق الله قدامه، لأن أكو يوم تشخص فيه الأبصار وتأتي كل نفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. احنا بغفلة، احنا بغفلة، بس حي الله شبابنا دولة هم اللي قاعد يصحون، ويا ريت اقول دولة بالذات اني والله العلي العظيم ادق على اهل العقل، حوبة هالشبان دولة وحوبة المغيرين وحوبة اللي صار اهلنا بالمناطق الغربية، هم دولة اهل العقل المرتزقة، احنا مجتمع عشائري وهم خلوا دسهم ويا العشائر، اشتروا ذممهم، هاي اذا اخذ ذمم
وهذا اللي خلى دمنا احنا ما الى طلاب استاذي. ويمكن انا كلامي ما اعتبر انا حاسه على نفسي ما عندي ذاك التركيز القوي لانه كلش تعبانه واتالم من اشوف الصور اللي طلعوها والفيديوهات. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسال الله الفرج امين ويرحم حال كل منكوب ويفرج هم كل مظلوم امين. ما اقدر اقول غير هذا. شكرا جزيلا لك يا ام احمد من النجف كانت معنا. معنا اتصال ابو طيبه من البصره. تفضل ابو طيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله يا اهلا بك. تفضل اخي ابو طيبه. تسمعني ابو طيبه؟ يبدو انا فقدت اتصال مع ابو طيبه من البصره. رساله يقول فيها: السلام عليكم اخي عمر، اذا برهم صالح يعترف سارقين 150 مليار شلون حكومة فاسدة؟ علي من العتب تقول، فاتن من ألمانيا تقول الحكومة سرقوا، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: تحية لك أستاذ عمر وللجميع. يقول العالم، الشعب العراقي والعالم كله ينظر إلى تظاهرات تشرين بعين الاعتبار والأمل الوحيد لإنقاذ العراق وشعبه من هذا الوضع البائس في العراق، وهذه التظاهرات لن يقدم ولا يؤخر شيء أمام هؤلاء الجزائريين قتلة لم يفهموا إلا لغة القوة، والأخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. لا أخي، غيرت تظاهرات تشرين، غيرت كثير، هناك عوامل كثيرة، يكفي أنها يعني جمعت الشباب على كلمة الوحدة الوطنية وعلى الوعي، وكذلك ضغطت على الحكومة واضطر عادل عبد المهدي وحكومته إلى الاستقالة. صح هو ليس بالمستوى، ولكن مع هذا الدعم الدولي والدعم الإقليمي لهذه الحكومات المتعاقبة وهذه الترسانة العسكرية والأمنية التي وظفت من قبل الأحزاب، لا، ثورة تشرين حققت الكثير. معنا اتصال؟ ما سمعت الاسم. ابو طيبه من البصره. تفضل ابو طيبه. وياك استاذ. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بيك. تفضل، حياك الله، يا اهلا بيك. نعم. استخباراتنا القادمه. نعم نعم ابو طيبه. يبدو ان هناك مشكله في الاتصال او في الشبكه مع ابو طيبه من البصره. نستمر في قراءه بعض رسائل الساب. يقول: مناشده الى كل شريف بالحكومه، نريد العفو العام بدون استثناء. استثناء ماكو واحد ما يغلط، اولادنا كاتلهم الجوع بالسجون، ما تخافون الله. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الى القناه الحره الابيه، قناه الشرف الرافدة البطلة. يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول: إلى شيوخ العشائر، انصروا أبناءكم الثوار ولا تبيعوا أنفسكم لأعوان الشياطين وإيران. من ناصر المتظاهرين الأحرار نصره الله، ومن لا ينصر المتظاهرين يخذله الله. يقول: نشكر قناة الرافدين وكافة الموظفين فيها، أخوكم الثائر لأجل العراق أبو علي. شكرا جزيلا لك. معنا اتصال أبو إيلاف من كركوك. تفضل أبو إيلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. تفضل. الله محييك. شكرا. نشكر قناة الرافدين، القناة البطلة، القناة العراقية الشريفة، الله يسلمك ويخليك، اللي تنقل صوت الحق دائما وأبدا. نشكر القائمين عليها من مدير القناة إلى أصغر موظف فيها. نعم. لأنها تعبر عن معاناة العراقيين الحقيقية وتنقل الصورة الحقيقية لكل ما يعانيه المواطن العراقي من شمال العراق إلى أقصى جنوبه. نشكر طبعا قناة الرافدين، هذا واجبنا أخي. ونوجه رسالة عبر صفتكم الكريمة الطيبة إلى كل العشائر العراقية في كافة المناطق العراقية، أن تحمي أبنائها هي بنفسها. ويعني هذا الشيء يقع على عاتق شيوخ العشائر وعلى الناس الخيرة والناس الطيبة والوجهاء اللي منتمين لهذه العشائر بحماية أبنائهم أو إقامة يعني مجموعات تنتمي إلى العشائر هي تحمي مناطقها بنفسها مع مساعدة القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة في سبيل عدم
اختراق كائن من يكون إلى هذه المناطق، لأن المناطق هي تنحمي بأبنائها الطيبين بشيوخها وبعشائرها، وبقوات الأمنية لازم الكل تتكاتف في سبيل حماية هذه المناطق. وفي ختام هذا الحزب نشكر قناة الرافدين مرة ثانية ونشكر القائمين عليها. شكرا جزيلا لك أخي أبو إلاف من كركوك. معنا شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ اخبارك؟ امورك؟ الله يسلمك ويخليك. مشتاقين لك، وكل عام وانت بالف خير وانت بخير. الله يحفظها بالف خير ان شاء الله. ينعاد عليكم بالخير والسلامه. الله يسلمك. اشكرك. اخ استاذ عمر، انا اعقب على كلامك من قلت برهم صالح ما يسمى برئيس الجمهوريه من يقول يعترف انه سرقت 150 مليار دولار من الخزينة العراقية. هذه يقول لا، حتى يكون دقيق الرقم أكبر، قال ألف مليار، ألف مليار دولار راحت فساد و150 مليار راحت خارج البلد. نعم أستاذ عمر، أنا هي أنا جيتك بها وحدة وحدة. هو من يقول 150 مليار دولار، نعم، زمان المالك راحت آلاف مليارات الدولار راحت خارج العراق لإيران والغير إيران، الثوري والخاملي مدلمين والمرجعياتهم وغيرها وغيرها. زين أستاذ عمر، أنا عقل على زين، أنت عليش لعد قاعد على رئيس على كرسي رئاسة الجمهورية؟ أنا هذا الكلام وهذا الشيء اللي معجبني، أنت عليش قاعد على كرسي رئاسة الجمهورية؟ مصطفى الكاظمي عليش قاعد على رئاسة الوزراء كرسي رئاسة الوزراء، ومحمد الحلبوسي وغيرهم غيرهم من هاي النماذج التعبانة اللي ما جابوا لنا غير الدمار، ودمروا الشعب العراقي وقتلوا الشعب العراقي وفقروا الشعب العراقي وجوعوه ونهوا الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. أستاذ عمر، واللي تبهضني اليوم على أحد القنوات يقول احنا برهم صالح ويرد وراء محمد الحلبوسي والكاظمي، يقول احنا لازم نهيئ جيش يطلع الى فلسطين يقاتل المحتل اللي احتل فلسطين وجنبه قتل شعبنا الفلسطيني. زين انا اقول زين، انت بعد الميليشيات اللي قتلت اهل الرزازه ليش ما عاقبتهم؟ ليش ما قتلتهم؟ زين اللي قتلوا اخواننا واهلنا وامهاتنا واخواتنا مثل ريهام، دكتور ريهام وغيره وغيره، وهذا اللي اخر واحد انقتل بكربلاء والباقيين والعراقي. نعم. زين ليش ما تدعي بيهم لعد؟ ليش ما تروح تحارب الميليشيات وتقاتل الميليشيات؟ انت عندك جيش شرار، ليش ما تقاتل الميليشيات اللي قتلت الشعب العراقي ودمرت الشعب العراقي ودفاعاته ووليد جرب الصخر اللي المنكوبه اللي اهلها ما يردون؟ وزير الداخليه ما يقدر يطب عليها، انت رئيس وزراء ما يقدر يطب عليها، علش تقول الان واني؟ وانا اشكرك اخي استاذ عمر. شكرا جزيلا لك اخي شاكر من بغداد كان معنا. يعني بالدقيقتين الاخيره انه اكيد يعني تشوفون الأيام الماضية اليوم البارحة وقبلها أنه السياسيين النواب في البرلمان دا يطلعون كعادتهم، بس هالمرة مبكرين أكثر، قبل 5 أشهر على الانتخابات البرلمانية المزمعة في شهر أكتوبر شهر العاشر. طبعا الحملات الانتخابية كالعادة سبيس رمل حصوا مخلوط، السبيس معروف بالعراق، ينصب محولة، طبعا هي المحولة جاية من وزارة الكهرباء، بس يجي يقول لك احنا نصبنا محولة بيحضر، يعني على اساس انجاز هو مثلا مسويها السياسي. ومع الاسف نشوف احنا يعني هناك عتب كبير من قبل العراقيين على من يخرج مع السياسيين، نشوف على منصات التواصل الاجتماعي عتب كبير على من يخرج ويحيي هؤلاء السياسيين في ظل يعني انحدار وفي ظل تدهور الخدمات وعلى رأسها الكهرباء وكذلك الشوارع. وهناك كذلك يعني عمليات أو دعاية انتخابية تجري من قبل هؤلاء السياسيين، يعني توزيع هدايا بسيطة جدا أو الجلوس مع الناس
فالمغردون العراقيون وكذلك كثير من العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى في البيوت والشوارع يعتبون عتب كبير على من يحيي ومن يجعل من السياسي الذي يقولون هم هذا سرقهم وبعدين يروحون يحيوا وينتخبوا ورجعت هاي القوانة مال الكارت و50,000 دينار و100,000 دينار حتى الواحد يروح يبيع صوته بالانتخابات ونسوا دماء الشهداء اللي قدموها وآلام العراقيين المستمرة صار لهم 18 سنة فلا تبيع نفسك على مود سباس ومحولة هي جاية من وزارة الكهرباء جاية من وزارة الكهرباء تنصبت بس حضر أو قال يجوز خابر الوزير أو مسؤول بالوزارة حتى ينصبوها بهاي المنطقة وقال لهم يا بتر أنا سويت لكم هاي الكهرباء فلا تبيعون صوتكم ولا تبيعون نفسكم على متشي رخيص هذه الرسالة التي يوجهها العراقيون للعراقيين على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك فيما بينهم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله